ماما في ايه يا ماما؟ مش عارف في ايه. ايه الكركبه دي؟ انا كذا مره اقول لك روق حواليك، المطبخ ميبقاش مكركب، ايدك تتغسل كويس، كمك متشمر. انا ما بحبش الهرجله ديت خالص. صبرني يا رب. يلا اخلص، ورانا تحدي مهم النهارده. تحدي؟ ايوه طبعا فاكر ان احنا ورانا تحدي. طب مستعد ولا لا؟ ولا لسه هنفكر ونحلم؟ ادهم يا حبيبي، ايوه يا ماما، انا نفسي اشوفك شيف كبير زي الشيفات الكبيره الشاطره ديت. الهمه يا شيف ادهم، وقولي فكرت واخترت وصفه ايه النهارده؟ انا اخترت النهارده وصفه للملكه ورد جوري. ملكه ورد جوري؟ ايه الوصفه يا ترى اللي اخترتها لها؟ قولي بسرعة، أنا مش عايزة لكاعة. يا ترى اخترت إيه من عند ورد جوري؟ اصبري يا ماما هقولك. انا فكرت ان احنا نعمل الخلطة بيطة. خلطة بيطة؟ خلطة بيطة إيه؟ ايوه يا ماما، طنط جوري عاملة وصفة جنان من تأليفها وافكارها. أما اللي بتقول خلطة بيطة ليه؟ اصل اول ما شفتها فكرتني بالخلطة بيطة بالصلصة، وان شاء الله تطلع روعة. طب يلا يا شيف قول لنا المقادير بسرعة، أنا وياك وكمان أصحابنا مستنيين. مرحبا، كيفكن؟ يا ربي كلكم تكونوا بخير وبأحسن الأحوال. أهلا وسهلا فيكم بيت جوري الصغير وقلبة الكبير، منورين حبايب بيت جوري. واليوم رجعت لكم بأكلة فيها من افتكاسات جوري ومن اختراع جوري، وإن شاء الله يا ربي تعجبكم. معلش يا طنط جوري، بقى أنا اللي هعملها المرة دي، وده تحدي. وصفة هتبهركم وتعجبكم جدا، طعم وقيمة غذائية عالية جدا جدا، وفي نفس الوقت كمان مش مكلفة خالص. طب يلا يا شيف أدهم قولنا ايه المقادير. معانا المقادير بتنجان وطماطماية وبصلاية وربع كيلو لحمة مفرومة، كمان معانا فلفل ألوان. طب يلا بقى قولنا يا شيف هنبدأ ونعمل ازاي. بس قبل ما نبدأ هنقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، بسم الله توكلنا على الله، ولإله في قريش إلى فهم رحلة الشتاء والصيف. الله ينور عليك يا شيف، فعلا لازم نذكر الله عشان الطعام يبقى ايه حلو وفيه بركة. يلا اتفضل بقى معاك المايك. هنبدأ بالبتنجان، هنقشره ونقطعه شرايح طولية، واحنا كده بنجهزه عشان نقليه في شوية زيت صغيرين علشان يبقى طري معانا ونقدر نتحكم فيه. كمان معانا البصلة، هنقطعها شرايح بالشكل ده، وهنرص شرايح البصل في صينية البايركس بتاعتنا. تمام، الله ينور، خد بالك من السكينة. ما تقلقيش يا مامتي، انا واخد بالي كويس قوي، وبعدين انا تلميذك. تمام يا حبيبي، ربنا يحفظك ويبارك فيك. يلا بقى نكمل، بعد البصل هنعمل ايه؟ هنبتدي نقطع الطماطم اللي عندنا شرايح بردك، وهنحطها فوق البصل اللي رصيناه في الصينية كده. تمام معايا يا مامتي؟ ايوه تمام معاك. هو بعدين انا اشتقت قوي على فكرة عشان اعرف هنعمل ايه. هنقطع بقى الفلفل الألوان مربعات صغيرة، وده بقى هنركنه شوية. دلوقتي بقى هنجيب اللحمة المفرومة ونتبلها. ياه، احنا لسه هنخلط بصل تاني يا أدهم؟ لا يا مامتي، تتبيلة بسيطة جدا جدا، انا ماشي على الخطوات اللي عملتها طنط جوري. تمام يا أدهم انا معاك. يا ترى ايه التتبيلة؟ رشة فلفل اسود، ورشة ملح، ورشة بهارات، ورشة قرفة، وكمان رشة جنزبيل. جميل يا ادهم. هو بعدين هندعك اللحمة بتاعتنا كويس جدا جدا علشان التتبيلة تدخل في اللحمة ونعرف نشكل اللحمة كويس بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. دلوقتي بقى هنجيب البتنجان بعد ما اتقلى وهنحطه بالشكل ده شرايح كده زي علامة الزائد. ومعانا بقى اللحمة، هنعملها كور ونشوت، قصدي نحطها على البتنجان.
انا قلت هنشوط هنشوط ايه ادم هنحط الكرة في الجون هنحط الكرة على البتنجان. تمام يا ادم. وبعدين انا مشتاقة جدا زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، وهنقفل عليها شريحة البتنجان. معانا بقى مجهزين الخلة، هنحط الخلة عشان تمسك البتنجان بكرة اللحمة. وهنا بقى يبدأ وظيفة الفلفل الملون اللي احنا قطعناه مربعات. فهمت انت ليه قطعته؟ عشان نحطه فوق الخلة، نحطه شكل كده. تمام، برزنتيشن يعني. تمام يا ادهم. تمام يا مامتي. وبعدين هنكمل بقية المقدار بنفس الطريقة، ونرصه على الطماطم والبصل اللي في الصينية. الله يا ادهم، الشكل بقى جنين. يا ترى الطعم كمان هيبقى ايه؟ الطعم مو وهم وهم بجد، من انجح الوصفات اللي انا عملتها في المطبخ. معقولة؟ وكمان بسيطة يا مامتي ومخدتش وقت. فعلا انا شايفة ان مقاديرها بسيطة مش مكلفة، وكمان ما خدتش وقت معاك، وكمان في الاخر شكلها تحفة، وكان طعمها فعلا تحفة. انا دقتها وفعلا اتوهمت، بجد اتوهمت بمعنى الكلمة. اللي ما جربش الوصفة لازم يجربها. ها كمل بقى يا ادهم، ايه اللي انت بتعمله ده؟ معانا بقى كده شوية صلصة يا ماما عشان نعمل صوص. ايه جمال الصوص منك يا ادهم. ماشي، وبعدين هنظبطها بالملح والفلفل، ونرشها على وش الصينية البايركس بتاعتنا. يا جمال، ويا تكات ويا حركات، يا تكات جوري وتكاتك يا ادهم. حبيبتي يا مامتي. حبيبي يا ادهم. ها وبعدين بعد ما تحط الصلصة على الصينية على المقدار اللي عندنا هتعمل ايه؟ هنسيبها على البوتاجاز يا مامتي تاخد وتدي بشكل ودي. يا سلام يا سلام، ده احنا بنقول الغاز وحكم كمان. تمام، بسم الله ما شاء الله، الشكل تحفة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك. شطور يا ادهم. حبيبتي يا مامتي، ربنا يخليك ليا. حبيبي ادهم. يا سلام بقى على التكتك، ممكن نسمع؟ طبعا يا مامتي، اسمعي واستمتعي. يا جمال ويا جمال وعلى التكتكة، سلام. ايوه بقى حركات وكده. تمام، دلوقتي بقى يا طنط جوري اعذريني، لازم احط التكة بتاعتي. يا تكتك يا شيف ادهم، هتعمل ايه؟ طب ممكن ادوق الاول؟ اتفضلي يا مامتي. هي بجد وهم، بس قولي الاول التكة بتاعتك. انا بقى هجيب يا مامتي شوية جبنة موزاريلا واحطها على الوش. يا عيني يا عيني، الجبنه بقى وتكاته وحركاته. وهنحطها تحت الشوايه كده دقيقتين ولا حاجه عشان الجبنه تسيح. يا جماله يا جماله. تمام يا ادهم، شايفه جمالها يا مامتي بعد ما طلعت من الفرن؟ تعالى بقى ندوق يا ادهم. ممكن ممكن يا مامتي، يلا ندوق. هنطلع واحده في الطبق ونشوف كده. يلا يا ادهم. واو، شكلها وهم بصراحه، تحفه تحفه. يا ترى طعمها هيبقى ايه؟ شايفه الصوص يا مامتي كمان؟ شايفاه يا ادهم. يلا بقى ندوق. بصي كده يا مامتي، حته كده من الصوص وحته كده من الكفته. واو، قلبي الضعيف لا يحتمل. ينفع كده يا ادهم؟ سم الله يا ماما كده ودوقي. بسم الله، الله الله، بجد يعني وصفة من أنجح الوصفات اللي عملناها أنا وأدهم في المطبخ. تحفة، لا تحفة تحفة تحفة، صح يا أدهم؟ بصراحة يا مامتي تحفة تحفة، على رأي طنط جوري. فعلا، وانتوا بتاكلوها كده هتروحوا لعالم تاني، هتحسوا انك رجعتوا صغيرين من تاني، زي فيلم الفار الطباخ ووصفة الخلطة بيطة. فعلا روعة روعة، بجد لازم تجربوا الوصفة. تسلم ايدك يا ادهم، تسلم طبعا ايدك يا جوري، بجد الوصفة تحفة تحفة. تسلم ايدك يا طنط جوري، عجبتني الوصفة جدا جدا جدا، واتمنى ان الكل يجربها.
هسيب لينك الوصفة بتاع طنط جوري في صندوق الوصف عشان تشوفوا عملتها ازاي وانا عملتها زيها ولا لا. ده غير وصفات كتيرة جدا عندها هتعجبكم جدا جدا. اتمنى ان يكون النهاردة الفيديو حلو وعجبتكم الوصفة، وطبعا هستنى رأيكم في الكومنتات واتمنى تجربوها. عايزة اعلمك حاجة كمان يا ادهم النهاردة، ان ايد لوحدها ما بتسقفش، وان الواحد ما ينفعش يعيش لوحده، لازم كلنا نتحد ونبقى قوة واحدة. تمام يا ادهم؟ تمام يا مامتي. تمام يا قلبي. ما تنسوش بقى اللايك الحلو، وما تنسوناش من دعوة حلوة. اسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.